أهلا بكم من جديد، والبداية من أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي مرتفعا بنسبة 0.13% عند مستوى 10606 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.846 مليار مليون. ومن أصل 64 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى، وبقيت 8 شركات على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شمير ستاندر أند بورصة الولايات المتحدة نسبة 6% ليغلق عند 3.67 دراهم، بينما ارتفع سهم مالتي بلاي بنسبة 5% ليغلق عند 4.82 دراهم. كما أغلق سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية مرتفعا بنسبة 5% ليغلق عند 1.89 دراهم، بينما انخفض سهم شركة حياة للتأمين بنسبة 8.33 ليغلق عند 1.10 دنانير. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام مرتفعا أيضا بنسبة بلغت 0.68% عند مستوى 3407 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 359 مليون درهما. ومن أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 14 شركة، وبقيت 4 شركات على ثبات. وارتفع سهم شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية نسبة 14.56 يغلق عند 1.18 دراهم. كما ارتفع سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.96 يغلق عند 0.42 درهم. وأيضا ارتفع سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 6.45 يغلق عند 0.13 درهم. بينما أغلق سهم شركة مصرف السلام السودان منخفضا بنسبة 7.20 عند درهم. أطلق سوق أبو ظبي العالمي خدمات الوساطة من خلال عالم الميتافيرس، وستوفر خدمة الوساطة في الميتافيرس من سوق أبو ظبي العالمي تجربة شاملة باستخدام التقنيات المتاحة للجيل الثالث من الإنترنت ويب 3، والتي تمكن المشاركين من الوصول إلى مساحات مكتبية ثلاثية الأبعاد. وستعتمد المساحات المكتبية الافتراضية هذه على شكل المساحات الفعلية داخل مركز التحكيم لنقل صور المشاركين بالفيديو مع دمج المحيط الافتراضي. وفي سياق متصل، أعلنت شركة MSCI المزود العالمي للمؤشرات اليوم مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها، حيث تم إضافة أسهم شركتي مالتي بلاي وكيول قابضة للمؤشر القياسي العالمي. كما تم إضافة أسهم سوق دبي المالي ومصرف الشارقة الإسلامي لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، فيما تم استبعاد أسهم شعاع كابيتال من المؤشر. ومن المقرر أن تقوم MSCI بتنفيذ تغيراتها في الأسواق بإغلاق يوم 30 نوفمبر الجاري. وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات، ارتفعت أرباح شركة أدنوك للتوزيع التي تعمل في مجال توزيع الوقود في دولة الإمارات إلى أكثر من 2.3 مليار درهم بنهاية 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 1.681 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق. وذكرت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية يأتي بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 63% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك جراء ارتفاع إجمالي كميات الوقود المباعة بنسبة 7% نتيجة النمو الاقتصادي. إلى ذلك، أعلنت الدار العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي المالي عن انضمامها كأول عضو شريك من القطاع العقاري إلى مجلس صناعات الطاقة النظيفة، حيث ستتعاون مع المجلس في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى المنطقة. ويعد مجلس صناعات الطاقة النظيفة مؤسسة غير ربحية
تتمثل رؤيتها في تسريع وتيرة الجهود المبذولة في التحول والانتقال السلس إلى اعتماد مصادر الطاقة النظيفة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري، برنامج أرقام وأسواق. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. بداية أستاذ محمد، يعني أسواق المال الإماراتية انتهت الأسبوع على مكاسب جماعية. نبدأ من سوق أبو ظبي المالي، ما تحليلك لجلسة اليوم وأبرز ما جاء فيها من أحداث؟ سوق أبو ظبي يعني قفل على مستوى 10,629، طبعا بمكاسب أسبوعية كبيرة، يمكن ده أعلى رقم ممكن يكون وصل له سوق أبو ظبي في تاريخه، طبعا مدعوم بحركة شراء عنيفة جدا جدا على المستوى المحلي. نعم. ومن ضمن طبعا كمان الطروحات والحاجات اللي هي الاضافات، الاسهم اللي بتضاف في المؤشر وفي السوق بشكل عام بتساعد على نمو السوق بالطريقه ديت. يمكن احنا شايفين ال 10,629، نتوقع ان ممكن يكون في جني بعض من الارباح بسيط جدا، ينزلنا 100 نقطه او 200 نقطه ويبدأ يرتد تاني ويستمر في الصعود، لأن على المدى ده على المدى اليومي، إنما على المدى الأسبوعي شايفين إن حركة السوق قوية. نعم. وفي دعم قوي للسوق، وأعتقد إن إحنا لسه في مزيد من الارتفاعات خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله. نعم. يمكن شاهدنا أستاذ محمد سوق دبي ارتفع أيضا، ما تقييم حضرتك؟ سوق دبي برضو يعني هو واخد نفس الاتجاه، الطروحات الجديده اللي موجوده في السوق بشكل عام، نتائج اعمال الشركات القويه جدا في الاسواق سواء سوق دبي او سوق ابو ظبي بتساعد بشكل كبير جدا على ارتفاع السوق. يمكن سوق دبي قفل عند 3,407، طبعا ده يعني صعود بقى قوي، احنا شايفين المؤشر صاعد من سنه من 2020 لحد النهارده في صعود قوي جدا. عندنا نقطه المقاومه الرئيسيه للسوق المؤشر سوق دبي 3,550، يعني يمكن احنا قربنا عليها بناقص لها 100 نقطه، ممكن نشوف ساعتها في الحته دي جاني بعض بسيط من الارباح واستمرار الصعود مره ثانيه، لأن المؤشرات بتقول على المدى الأسبوعي لمؤشرات قوية جدا وبتساعد على صعود السوق. نعم. أعلنت شركة MSCI مراجعاتها نصف السنوية، حيث أضافت 4 شركات إماراتية لمؤشراتها. ما تقييمك لهذه المراجعة؟ وهل جاءت متوافقة مع التوقعات؟ طبعا، يعني زي ما قلنا صعود السوق القوي اللي حصل في الفترة اللي فاتت مدعوم بإضافة الأسهم الجديدة دي، او التوقعات، يعني التوقعات ان كان هيبقى في اضافه اسهم جديده في المؤشر مورجان ستانلي. نعم. فبالتالي طبعا حصل صعود قوي في السوق. اضافه المؤشر ان هو يضيف الاربع اسهم اللي اضافوا سهم سوق دبي المالي او سهم مصر في الشرق الاسلامي ومالتي بلاي وكيو القبضه، طبعا دول بيدوا قوه جديده في السوق في المؤشر. ده معناه ان هو هنشوف فيه مستثمرين اجانب هتزود حصصها في سوق دبي وسوق ابو ظبي، في خاصه في الاربع اسهم دول هيبقى في قوه شرائيه اقوى، قوه يعني ده كل الحاجات دي العوامل دي هتدعم زياده السوق بشكل كبير جدا. زي ما قلنا في الاول احنا توقعاتنا ان سوق دبي وسوق ابو ظبي يستمروا في الصعود، اعتقد مع تنفيذ العمليات ديت في نهاية الشهر الجاري اعتقد ان احنا ممكن نشوف قمم تاريخية في سوق ابو ظبي وارتفاع مزيد من الارتفاعات في سوق دبي ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد، يعني ما تأثير اضافة سهم مالتي بلاي ضمن مؤشر MSCI؟ تأثيره طبعا تأثير ايجابي جدا على السوق، لان هنشوف في زيادة في السيولة في السهم، زيادة في حركة التداول، دخول مستثمرين بشتى الطرق من الاجانب والمؤسسات المحليه والاجنبيه، هيساعد على حركه السوق وصعود السهم بشكل اكبر من كده بكتير باذن الله. نعم. يمكن تابعنا مؤخرا ارتفاعات قياسيه لسوق ابو ظبي المالي بالتزامن مع طروحات عالميه كبيره بالسوق،
آخرها أمريكانا العالمية، فهل نتوقع استمرار صعود سوق أبو ظبي الفترة المقبلة؟ أكيد أكيد هيبقى في مزيد من الصعود في الفترة القادمة، خاصة لما شايفين حركة السوق في أبو ظبي ودبي فيها رواج كبير في الاقتصاد بشكل عام هناك، يعني جيد جدا، مؤشرات اقتصادية قوية جدا، تحرك الدولة على معظم القطاعات وليست على القطاع النفطي فقط بالرغم من صعود البترول في الفترة الأخيرة، بيساعد من عمليات الأرباح في أو بيساعد على قوة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، إنما عندهم قطاعات تانية زي السياحة وقطاع الصناعة وقطاعات صحيح. مختلفة كتير جدا بتزود الاقتصاد الإماراتي، فأعتقد إن إحنا لسه مزيد من الصعود إن شاء الله في الأسواق الإماراتية سواء سوق إن شاء دبي أو الله. سوق أبو ظبي. أستاذ محمد، يعني ما نصيحتك للمستثمرين في أسواق المال الإماراتية على المدى القصير والمتوسط؟ على المدى القصير ننصح بالشراء عند أي تراجعات في السوق، أي ما نشوف أي أسعار أسهم لونها حمراء نشتري، كل نشوف تراجعات نبدأ نشتري، نزود المراكز بتاعتنا في السوق الإماراتي وسوق أبو ظبي، لأن زي ما قلنا إحنا لسه متوقعين مزيد من الأرباح أو من العوائد اللي ممكن تيجي من أسواق خاصة سوق أبو ظبي ودبي. بنشكر الأستاذ محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية على مشاركته معنا.